سيد الرئيس، أنا أكتب شعر من 80 إلى يومنا هذا، أنتظر هذا اليوم يتحقق والحمد لله والشكر تحقق هذا النسيافة. زميل الشاعر قبل قليل قرأ حد عمم على العرب، فأنا راح أحدد عليه. الشاعر رحيم المالكي، حياك الله. يجي سك غير تزهق تفتح البيبان، أعرفك من يجي سك غير تزهق تفتح البيبان، مو مالك ميازين الأمم يصدار، سولف وعدل الميزان، يا سكانها من تميل يدري ول الدنيا لبيدك السكان، أطفال بلادنا من الجوع ماتت والعرب خرسان. بس كم من تآمركم عليك اليوم يم البيق والباشا، بس كم من تآمركم عليك اليوم يم البيق والباشا، انت جابك الصدام يا مدري شوصفك وصد دجداشة، وهم جربوا بساحات الوغى مو رامبو تمثيل عالشاشة، باكر يقضن النفاس ويغادر كلينتون يطوي فراشة، 6000 عمري وثقل ثقل جبال وانت مثقل نفاشة، وريحك من تهب ما تهز بيها جبال، بس تطير لك شاشة وخيانتهم فلا ينساها بالصدام، لا قد يوم تتلاشى وحاشاه التهاون والأطفال تموت، حاشاه ألف حاشا، وإذا أنتم ترف متعودين عليه وكل من ساكتك لاشى، أنا محضر الجفن من قبل 10 سنين والله وقاف قماشة ومتعود عليها من الثمانين، ومتعود عليها من الثمانين، صدر من الرصاص انقلب خرخاشة.